وللاقتراب أكثر من المشهد من مدينة السلام شرم الشيخ وما يحدث الآن على أرضها، ينضم إلينا مباشرة من هناك كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. يعني كريم، أوصف لنا الأجواء لديك وأيضا الاستعدادات ووصول الوفود، وماذا يحدث الآن على أرض شرم الشيخ؟ نعم، منذ أمس وأول أمس وصلت الوفود المشاركة هنا في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة ليشاركوا كما ذكرتم في معظم الورش وربما كل الورش التي سيتم عرضها ومناقشتها خلال الأيام القادمة التي ستبدأ من 10 يناير وحتى 13 يناير. هذه طبعا ورش العمل المختلفة بها عدة مواضيع، منها مواضيع تنموية سواء تنمية اجتماعية أو غيرها من التنمية المستدامة، أو حتى ورش عمل خاصة بجائحة كورونا وتبعات جائحة كورونا، أو ورش خاصة بالتحول الرقمي وتكنولوجيا زد وكل ما هو متعلق بالمستقبل والحاضر وربط الحاضر والمستقبل سويا. هذه ربما نظرة عامة سيعرضه المنتدى، ولكن كما ذكرتم بالفعل فسيشارك في المنتدى يعني العديد من الدول الأجنبية والوفود من الدول الأوروبية والدول الأسيوية والدول الأفريقية وأيضا من الولايات المتحدة الأمريكية، كل يشارك في مجاله وفي تخصصه أو حتى في موضوع هام لمطروح للنقاش ربما هو هاوي لهذا الموضوع. نتحدث أيضا عن يعني إجراءات خاصة متعلقة بفيروس كورونا والحد من انتشار فيروس كورونا، منها بالطبع التنبيهات الدائمة على الوفود بالتزام بالتباعد الاجتماعي، وأيضا تنبيهات على ارتداء الكمامات حفاظا على الوفود من انتشار فيروس كورونا. وأيضا فيما يتعلق بفيروس كورونا هناك هذا الاختبار السريع والرابيد تيست الذي يعني يعرض عليه جميع المشاركين في المنتدى قبل دخولهم لمركز المؤتمرات أو حتى بالطبع قبل دخولهم للفنادق للتأكد من عدم وجود أي شبهة خاصة بفيروس كورونا. إذا تحدثنا على ما يطلق عليه الورش التحضيرية أو هي الورش التي ستكون قبل بداية المؤتمر التي بدأت اليوم بالفعل وستكون أيضا غدا، اليوم بالطبع هي الأهم الورشة الأهم هي الخاصة بفيروس كورونا وتبعات فيروس كورونا والتحول الرقمي والتواصل الرقمي، ومن الممكن تطبيق هذا بالطبع عن طريق التواصل على هذا التطبيق الإلكتروني الخاص بالWorld Youth Forum أو منتدى شباب العالم، عن طريق أن من الممكن أن يتواصل عدم القادرين على الحضور عن طريق عرض أسئلتهم المختلفة. هذه نقطة. أما النقطة الأخرى أيضا هناك خلال دخول المنتدى هناك طريقة خاصة لدخول المنتدى وهو عن طريق بعد التسجيل يوجد هذا الكود الرقمي الخاص وهذا الاي دي الخاص بما تستطيعون من خلالها الدخول عبر بوابة إلكترونية للتأكد من صحة هذا التصريح واستطاعتهم لحضور المنتدى. خلال نقاشي مع بالطبع الوفود الذين حضروا اليوم هذه الورش التحضيرية كان هناك ورشة خاصة عن حياة كريمة، مبادرة حياة كريمة وما الذي قدمته حياة كريمة بالطبع مصر والشعب المصري بشكل عام. كان هناك بالفعل بعض الإعجاب من الوفود أو الشباب والشابات الذين حضروا هذه الندوة بحياة كريمة وكيف من وجهة نظرهم أنها أثرت بالفعل في حياة المواطن المصري وكيف سيتأثر أكثر بالطبع بعد انتهائه. بالطبع سنتابع سويا هذه الندوات وورش العمل اليوم وغدا التحضيرية وبالطبع باقي الندوات على مدار الأسبوع. كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري أوفيت بهذه المعلومات الكافية، وبالفعل هي أجواء غنية على هذه الأرض، أرض السلام شرم الشيخ. شكرا لك.